السلام عليكم يا شباب. في الفيديو اللي فات وصلنا ليه الدايرة اللي بالشكل ده. المفروض فاضل بقى ان احنا نعمل اوتو راوت للدايرة اللي قدامنا دي. هنيجي من قائمة تول، هنختار حاجة اسمها ال DRC. هبتدي بس اظبط الاعدادات الخاصة بالدايرة. في حاجة هنا اسمها كليرانس، البعد ما بين التراكات اللي هتبقى ماشية في الدايرة هو بيقول لي هي قد ايه، فانا خلاها 5 من 10 مليمتر. تمام. بعد كده بيقول لي السمك بتاع التراك قد ايه، المينيموم ويدث بتاعه قد ايه، بقول له 7 من 10 مليمتر. بيقول لي المينيموم دريل قد ايه، فهقول له برضو 7 من 10 مليمتر. تمام. دي الحاجات اللي انا عاوزك تعرفها دلوقتي. بعد كده هتضغط سيلكت، بعد كده هتيجي من قائمة تول هتضغط اوتو راوت، تشيل العلامة دي. بعد كده هنا بيقول لك الطب، هتلاقي هنا الطب واخد اوتو، فانت تعملها ان ايه يعني نون اكتف. احنا كده كده مش هنعمل الدايره سنجل لاير، فمش محتاجين الطوب في حاجه. البوتوم هتعمله اللي هي الستار دي، يعني بتقول له خلي التراكات تمشي باتجاه عمودي او مائل او اي اتجاه هي عاوزاه. بعد كده هضغط كونتينيو، بعد كده اضغط ستارت اوتو راوت. الاقي يا شباب هنا هيعمل لي 3 الجوريتم ويبتدي يوصل لي الدايره ببعضها. هخليني منتظر شوية، هلاقي هنا هو خلص عامل اوت راوتينج، ولكن مش بنسبة 100%. في كده لو احنا عملنا اند جوب هنلاقي فيه تراكات لسه ما توصلتش ببعضها. طيب يا شباب، انا ممكن اوصل لنا التراكات دي بايدي عادي مفيش مشكلة، او ممكن اعمل حاجة تانية. هعمل هنا اندو، وبعد كده يا شباب هو المشكلة في التراكات كلها في الحتة دي صح؟ فاحنا ممكن نعمل حاجة بسيطة جدا، ممكن نعلم كده على الكريستالة بالمكثفات بتاعتها، ونضغط كنترول رايت كليك، ونجيب الكريستالة يا شباب نحطها هنا كده في المكان ده. تمام. وبعد كده ممكن نجيب الروزيتا دي نحطها هنا في الشكل ده كده. وبعد كده يا شباب نروح نعمل اوتو راوت تاني ونشوف ايه اللي هيحصل. ادي هنعمل كونتينيو ونعمل ستارت وننتظر بقى نشوف اللي هيحصل. زي ما انتم شايفين هنا يا شباب الدايرة اتعمل لها اوتو راوت، ولكن بنسبة 97.7. طيب تعالوا نشوف بقى ايه المشكلة او ايه التراك اللي مش متوصل. هنعمل اند جوب، هتلاقي فيه تراك واحد بس هو اللي مش متوصل، اللي هو التراك اللي قدامكم ده. ممكن نيجي هنا على العين دي يا شباب نضغط عليها ونضغط هنا كده، هنلاقي عندنا تراك واحد بس هو اللي مش متوصل اللي هو ده. فاحنا ممكن نعمل ايه يا شباب؟ احنا ممكن احنا نوصله بايدينا عادي. ازاي؟ بصوا هنا كده، مش انا ممكن اعدي التراك، ارسم تراك ازرق كده واعديه من هنا واعديه من الحته دي كده واوصله هنا، ولكن لازم اعمل حاجه الاول. لازم احرك التراك ده الاول كده، اعمل هنا موف يا شباب الحته دي، واحرك التراك ده كده من بره بالمنظر ده. طبعا وانا بحرك التراك هلاقي شكله باظ، يعني شكله مبقاش حلو. فانا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل ديليت خالص للتراك ده كده. تمام. واجي هنا من السيجنال اضغط عليها، انا عارف ان ده كان متوصل بده. تمام. اضغط اوكي. بعد كده يا شباب انا عاوز اوسع مكان عشان اعدي التراك التالت، فهجيب دي كده شوية، يعني هجيب التراك ده قدام كده شوية. او ممكن لو انا عاوز اعمله بطريقة كويسة امسح التراك اصلا، امسح التراك ده خالص كده، وابتدي اوصل دي بدي عادي يا شباب. دي السيجنال دي بالسيجنال دي، هي اصلا كانت واصله هنا، وامسح الحته دي كمان. تمام. وابتدي اوصل انا الحته دي كلها بايدي من الامر اللي قدامنا ده اللي اسمه راوت، واختار الخط هيبقى نوعه عامل ازاي. انا اختار الخط ده. ده انا مشيت كده يا شباب. طبعا هو مديني هنا التراك سمك ورفيع شويه، هعدله دلوقتي مفيش مشكله. هاجي هنا كده وانزل كده يا شباب هنا واوصل التراك. وبعد كده
هاجي برضو من التراك ده وامشي كده بالمنظر ده، تمام، واروح اوصل لو احنا كبرنا كده شوية هنلاقيه توصل تمام، مفيش مشكلة. طيب فاضل بقى التراك ده برضه هوصله من هنا كده، ادي التراك ده كده هوصله كده يا شباب، اكبر بس عشان تبقوا شايفين، اختار نوع الخط ده وامشي كده يا شباب اهو. دلوقتي انا عندي الخطوط دي رفيعة زيادة عن اللزوم، فلو انا عايز اعرضها شوية هاجي من الايديت دي او من التشينج، اختار هنا يا شباب عندي ويدث اختاره 8 من 10 او اختاره خليه 8 من 10، وهاجي اضغط كده على التراك هلاقيه اعرض يا شباب كده زي ما انتم شايفين كده. الحاجة اللي بضغط عليها هي بتعرض لوحدها زي ما انتم شايفين كده. طبعا في برنامج التيم بيكون افضل من كده بكتير، وما بضطرش ان انا اعمل الحاجات دي اساسا، تمام. عاوز بس ابعد التراكين دول عن بعض، فانا ممكن اطلع ده شوية فوق كده وبعدين احرك دي يم بره كده يا شباب. حتى هنا بصوا يعني حتى حركة التراكات نفسها رخمة جدا في ايجل يعني، فاحنا هنضطر نمسح دي كده، تمام. وبعد كده يا شباب نوصل دي تاني بالسيجنال من هنا لهنا، تمام. وبعد كده نيجي نضغط هنا راوت ونبتدي نوصل الحتة دي بالحتة، طبعا برضو الحتة دي كده مش مظبوطة، فاحنا نيجي نضغط هنا موف وننقل الحتة دي بس يم قدام شوية كده ونشوف بس هي عملت ازاي، بقت عاملة ازاي. تمام يا شباب مفيش مشكلة كده، التراكات كلها اتوصلت، فاضل بس التراك ده انا اعرضه شوية. هنيجي من قائمة change width نختار 8 من 10 كده، وبعد كده نعرض التراك ده 8 من 10 كده. الدايرة عندي كلها يا شباب اتعملت، وما عادش فيها اي حاجة مش معمول لها راوتينج، تمام. طيب المفروض ان انا تراكات الباور اللي عندي المفروض ان انا بعرضها شوية عن التراكات اللي بتنقل فيها السيجنال، تمام. ولكن الدايرة ديت احنا بنعملها بس بغرض التجربة، هنجرب عليها تيست بسيط جدا، هنشغل عليها لمبة صغيرة سواء 9 واط او 30 واط، فمش مستاهل ان انا اعرض التراكات قوي يعني، تراكات 7 من 10 او 8 من 10 يعني ايه، مناسبة جدا يعني. طيب فاضل حاجة واحدة بس، المفروض ان انا عشان اقلل وقت التحميض وبرضو عشان مش تقليل وقت التحميض بس، برضو عشان النويز، المفروض ان انا بعمل حاجة اسمها بوليجان، والبوليجان ده بربطه بالجراوند الخاص بالدايرة، وبكده أكن بعمل حاجة اسمها تأريض للدايرة. والكلام ده يعني مش لازم إيه، مش لازم تركزوا فيه أوي دلوقتي، ولكن اعملوه لحد ما نشرحه بالتفصيل بعد كده. هنيجي دلوقتي أدي عندي البوليجان، هاجي من هنا كده يا شباب أدي البوليجان بتاعي، وأقفل هنا كده، تمام. بعد كده هاجي أسمي البوليجان بتاعي ده من نيم، هاجي اضغط عليه مرة كده واسميه جي ان دي وبعد كده هاجي على الارض بتاع الدايرة نفسه اللي هو ده واسميه ايه، واسميه برضو جي ان دي. هنا هو بيقول لي انت عاوز فعلا تسميهم الاتنين جي ان دي وتوصلهم ببعض، اقول له يس. هلاقيه عمل البوليجون اللي هو الازرق ده وفعلا وصلوا بالجراوند زي ما انتم شايفين كده، ادي البوليجون يا شباب
واصل بيه الجراوند بتاع الدايرة. طيب لو لاحظتوا هتلاقي ان البوليجون الازرق ده قريب قوي من مين؟ من التراكات. طب لو انا عايز اوسع المسافة دي، المسافة بين التراك والبوليجون ده، هاجي من هنا من التشينج، في حاجة اسمها ايزوليت، هخليها مثلا 8 من 10، واجي هنا يا شباب على دي، اضغط كنترول الاول واضغط ليفت كليك هنا كده، هلاقي فعلا المسافة ما بين البوليجون وما بين التراك فعلا وسعت، وده اللي انا عاوزه. بكده يا شباب يعتبر انا خلصت الدايرة، عملت لها الاوتو راوتنج بتاعها وكل حاجة فيها بقت تمام. فاضل بس ان انا ايه اطلع ملفات التصنيع بتاعتي، سواء هطلعها بي دي اف واطبعها مثلا بمكوة، او سواء ان انا هطلع ملفات اسمها الجربر فايل وأودي الجربر فايل دي لمصنع يصنعها لي. في الفيديو اللي جاي إن شاء الله هنبتدي بقى نطبع الدايرة ونجربها عملي مع بعض، ونطلع كل الملاحظات اللي عليها بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.